مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله واهلا وسهلا بكم في حلقه اليوم من برنامج صحتك لباس الذي ياتيكم على الهواء مباشره من قناه المغاربيه في لندن نزولا عند رغباتكم مشاهدينا نخصص حصه اليوم للحديث عن العقم واسبابه والمشاكل الناجمه عنه واحدث الطرق في علاجه والاهم من كل ذلك اهميه الوقايه من العقم والمزيد من المعلومات المفيدة والهامة حول هذا الموضوع مع الدكتورة أماني مرمش الاستشارية والطبيبة المتخصصة في النسائية والتوليد أهلا وسهلا بكي. أهلاً بكِ أهلا فيك كيف حالك؟ الحمد لله أهلاً تمام أهلا وسهلا شرفتينا فسلانية. خلينا نحكي بداية عن أسباب العقم حتى نستفيد قليلا ونفهم طبيعة العقم ولماذا يحدث ومن يعني دائما عادة سنتحدث عن المرأة ولماذا العقم دائما المشكلة كما يعتقد الكثير أن مشكلة العقم هي مشكلة خاصة بالمرأة فقط نتحدث عن الأسباب بداية العقم عادة هو بصيب كل ست ازواج بيتزوجوا زواج أه واحد منهم واحد من الستة بيسيبوا العقم والعقم زي ما حكيت انه مش بس بخص الست هو بخص الست والرجل مع بعض الاثنين متساويين مع انه الست ممكن يكون يعني 30% بدنا نقول من سبب العقم هو الرجال سواء الحيوانات المنويه بتكون عددها قليل او بيكون شغله خلقيه انه التيستس الخشوة انها مش نازلة في الكيس او بيكون آه مثل مرض برضو وراثي هاي احد الاهم الاسباب اللي بتصيب للرجال انه بتعمل عندهم العقم آه كمان غير انه الاشياء مثلا التدخين ال آه اذا محل ما بيشتغل اذا كان مثلا فرن او اشياء حارة او او في السواق السياقة في يعني طبيعة العمل طبيعة أحيانا تؤثر. تؤثر على عدد الحيوانات المنوية ممكن تكون قليلة هاي من ناحية الرجال من ناحية الساء وطبعا زي ما حكيت التدخين كثير بأثر إنه يعني بقلل عدد الحيوانات المنوية هلا بالنسبة للست هناك عدة أسباب تؤدي الى عدم الانجاب اهمها المبايض اذا كانت ما بتفرز البويضه كل شهر واحد اهم الاسباب اللي بنشوفها شائعه خاصه في الدول العربيه هي بنسميها التحوصل المبيض انه يعني بتكون عده بويضات عده حويصلات في المبيض وهي لها اعراض عاده البنات اللي بيكونوا الاكثر اللي بيكونوا زياده الوزن وخاصه زياده الوزن حوالين الخصر كمان بيكون عندهم مرات الشعر البسيط على الوجه وعلى الجسم مم. وكمان نعم عفوا المقاطعه يعني وانت تتحدثين عن الشعر يعني هل من يعاني من الغده الدرقيه يصاب بالعقم؟ الغدة الدرقية لوحدها طبعا ممكن انها تسيب العقم لكن هذا انه بحكي عن الشعر هي ظاهرة بسموها بوليسيستيك اوفاريان سيندروم بالانجليزي بالعربي التحوصل للمبيض فهذا احد الاكبر الاسباب اللي بصيب الست خاص زي ما الصبايا لما بيحاولوا يحملوا يعني مثلا التحوصل تقصدين يعني وجود تليفات في الرحم داخل الرحم لا لا, لا. هذا المبيض نفسه في عندنا مبيضين المبيض بيكون عنده عده حويصلات اكثر من 10 10 الفويصلات في في المبيض نفسه وهي بتأدي انه الدوره عند هاي الست اما بتكون مش منتظمه وكمان زي ما حكيت انه نتيجه الهرمونات التستوستيرون الهرمون الذكري عندها بتكون شوي اعلى فبيكون أوه. عندها بعض الشعر على زايد في, زايد في جسمها وفي وجهها وكمان انه بتكون زياده في الوزن فمثل هيك انه مثلا هاي الاعراض عاده سنين اعراض من هدول الثلاث اربع اعراض اللي ذكرتهم ومع الالترا انه يثبت لنا انه في عده حويصلات في المبيض فهي بسموها بوليس يعني انه مرض التحوصل في المبيض وهي عاده انه الست انه فعشان هيك انه من تؤدي الى العقم تؤدي الى العقم لانه عدم انتظام التبويض لانه ولكن في امكانيه علاج طبعا في علاج انه انه مثلا الست انها نحافة انها تحاول انها الوزن انها نزل الوزن بيحكون للوزن الطبيعي مع الرياضة والأكل الصحي مم. مع أدوية حتى تنظم لها الدورة وطبعا في له علاج لأنه هذا مش مرض مزمن يعني فممكن فمم مم. علاجه أكيد سنتحدث عن العلاج والعلاجات كثيرة ولكن عفوا تفضلي وكمان أحد الأسباب للعقم الأنابيب أنه انسداد في أنبوب لأنه هناك في يعني بتعرف المبايض قناة فالوب اللي, اللي اللي في القناة بيصير البويضة وبتتقابل مع السبيرم وبيصير الإخصاب مم. وبعدين لما يصير الاخصاب للبويضه بتروح للرحم وهناك بيصير عمليه الحمل، فاي انسداد في الانبوب فالوب نتيجه اكثر شيء الالتهابات من الكلاميديا التهابات من عن طريق الجنس الامراض الجنسيه, الأمراض الجنسية. كمان مرات بتكون نسيت انه كانت من قبل حامل عن طريق الحمل بسموه في في الانبوب <applause> اذا كان في الأمور يعني الحمل خارج الرحم خارج الرحيم واذا حملت من قبل وكان التيوب معطل او انشال التيوب من الحمل المسبق <applause> فحد اسباب نعم. العقم بلس إنه إذا كان في تلقيف في الرحم أو إذا كانت البطانة داخل الرحم موجودة راحت موجودة في المبايض أو في داخل البطن بسميها اندوميتريوسيس هاي بتأدي شوية التصاقات وبتأدي إنه للعقم. أيضا يعني لا أدري مدى صحة هذا الكلام يقال إنه عند الدورة الشهرية لما تكون غير منتظمة ف. هي أحد عوارض هاي البوليسيسك اللي أه. حكيت عنها في البداية أحد عوارض البوليس... التحوصل للمبيض اللي هي زي ما قلت عدم انتظام الدورة إنه ممكن ست تيجيها كل شهرين ثلاثة م. كمان زي ما قلت انه زيادة الهرمونات الهرمون الذكري التستوستيرون فعشان هيك بيؤدي للحبوب الصغيرة اللي بنسميها الاكني بلس انه م. الشعر وكمان انه زيادة الوزن وخاصة الوزن حوالين الخصر فهي ثلاث اعراض بلس انه نعمل التراساوند يبين لنا الحويصلات الصغيرة في المبيض في المبيضين فبنعمل لما نشوف هيك ست بنعملها فحص هرمونات حتى ياكد هذا ال ال مرض انا بسميه سندروم اللي هو عارضه عندها عارض فعشان هيك لما ناكد على هيك ساعتها بنبدا منها بالعلاج من أنه ننظم لها الدوره ونعطيها دواء يقلل هذا الهرمون بلاس انه ننسحب بالاكل واذا كان بنعملها فحوصات للسكري اذا كان سكري عالي نعطيها دواء يخفف السكري نعم. بلاس الرياضه نعم، الى اي مدى يعني ممكن ان تتجنب الفتيات قبل القدوم على مرحله الزواج طبعا هذه المشكلات او تتجنب العقم يعني هل هناك نمط حياه معين يعني يجب أن تلتزم به الفتاة هل هناك فحوصات مثلا مبدئية حتى تطمئن أنه كل شيء يمر بسلام بالنسبة للسات طبعا أهم شيء بالنسبة لها أنها تعيش حياة صحية تامة سواء يكون وزنها بالمجال بالمجال الصحي يعني انه ما تكونش زياده وزن كتير ولا نحافه كثير لانه مثلا الستات اللي برياضه رياضه شديده ووزن كثير قليل فهي اصلا برضه بتاثر على الدوره على الدوره وبتقلل عددها وبلس انه الستات اكثريه الستات انه زياده الوزن وقله الرياضه هاي بتادي على برضه عدم الانجاب فانه الشيء المعتدل الوزن الطبيعي في المجال الطبيعي بلس الرياضه الاكل الصحي عدم التدخين مثلا كمان هون في بريطانيا بنعمل لست للبنات من 13 ل 18 انه بنعطيهم آه ضد آه مرض آه شو بسموه الفاكسين اللقاح اللي ضد سرطان الرحم آه هاي الاشياء آه هي اللي بتساعد, بتساعد. على تجنب, تجنب يحدث العقم في المستقبل طبعا. وبلس انه العمر الست كثير مهم طبعا نعرف انه اهم يعني افضل شيء للست ما بين 22 ل 38 سنه يصير الحمل الانجاب, الانجاب لانه بعد ال 38 بيصير المبيض عمليه نوعيه البويضات بتصير بتقل كل سنه عن سنه م. فبصير الانجاب اقل نعم هذا بالنسبه للفتيات قبل الزواج ولكن عندما يعني ترتبط المراه وتريد ان تنجب اطفال وهنا هنا ربما اكيد ممكن ان تتعرض الى التهابات في الرحم ومشاكل وقد يعني لا تنتبه لها يعني ما نصيحتك لهؤلاء السيدات يعني شو ممكن تنصحيهم كيف ممكن يحافظوا على انفسهم صحيا حتى يتجنبوا هاي المشكله أه بالنسبة للسيدات وقت بعد الزواج رأسا إنه إذا كان في أي زهرة من زواهر الالتهابات إنها تروح للطبيب فبعملها الفحوصات إذا كان في أي أم أثبت إنه في عندها نوع من أنواع الأمراض الجنسية فتتعالج رأسا زي ما حكيت إنه مثلا الجنرية أو الكلاميديا بتؤدي إلى تسكر إلى مم. اغلاق الانبوب فالوب وكمان الى التصاقات في داخل البطن مم. الكلاميديا ممكن تاثر التصاقات التصاقات في قلب الاعضاء الداخليه في البطن فهي كمان اذا لما تكون بدايه الحمل نتروح للدكتور حتى تعمل فحص بالنسبه لتشوف انه عندها مناعه من الروبيلا الحمى الحمى المنيه الروبيلا فاذا ما كانش تاخذ قبل الحمل تاخذ فاكسينيشن وما الحمل ثلاث اشهر اما اذا اميون فهذا كويس كمان بالنسبه للتدخين اذا كانت تدخن توقف تدخين قبل الحمل او اذا كانت بدايه الحمل نعم لا. تقلله لانه التدخين نفسه بيخلينا انه تخليها تجيب بيبي اصغر من حجمه وكمان آه، من آه، حتى لو اي وقت قررت لا تحمل قبل بثلاث اشهر من الحمل انها تاخذ فوليك اسيد لانه الفوليك اسيد هو بيقلل الاصابه بالامراض بالجهاز العصبي للطفل. نعم ويفيد لها ايضا. مف... مفيد هو اكثر للطفل. للطفل، آه، طيب دكتوره آه، ايضا يعني يقال انه ادويه منع الحمل ايضا استخدامها بكثره ممكن يؤدي الى عقم، صحيح هذا الكلام؟ آه، لا مش صحيح لانه الحبوب المنع الحمل هي بس بتمنع الحمل في اوانه وقت ما بتاخده وقت ما بتاخذ لانها هي بتعمل بتاثر على الهرمونات من الغده من الغده النخاميه ومن المبايض انها تطلع على بتاثر الحبوب خاصه البروجسترون والاستروجين نعم. بتاثر على المبيض انه يطلع بويضه نعم. فوقت ما توقف الحبوب ممكن تتاخر شهر شهرين بس بعدها بترجع انها بتحمل هلا بالنسبه للاوبر في الاوبر اللي كل ثلاثة ثلاث اشهر هي اللي بتاثر لانه المفعول الهرمون بضله فتره اطول هذا هي الاوبر تاخذها المراه المراه لمنع الحمل كل آه ثلاث شهور نعم. آه اللي اسمها دي بوبروفيرا هاي بتاثر وبنقول للستات لما بياخدوها انه يعني ممكن تتاخري بالحمل ممكن آه تاخر يكون ست اشهر لسنه وممكن لسنتين هاي اللي بتاثر وبتمنع بالنسبه للولب اللولب اذا ما كانش في التهابات وما عملهاش اي مشاكل ممكن تتاخر بس شهر شهرين عاده ما باخرش اكثر من هيك نعم وماذا عن الرجل هناك ادويه من حمل ايضا للرجال كاللصقات او لا ادري مدى فعاليتها برضه هاي لما يوقفها ما اظنش انها بتاخر اكثر من شهر شهرين ما بتاخر على تاثير لانه من المنويه كل 76 يوم فبتنتج فبتأثرش عليها لا. دكتورة يعني عندما تتعقد الأمور يعني بحال قامت المرأة بجميع الفحوصات لمعالجة هذا العقم لأنه قد يكون مؤقت أو قد يكون لا ماذا تفعل يعني أين تذهب اعتزم بالبدايه انه الزوج والزوجه بنشوفهم بالعياده وبنعملها الفحوصات الكامله سواء من هرمونات من ثاني يوم الدوره كمان نعملها تصوير من شان صوره او منزار حتى نتاكد انه الانابيب مفتوحه ما عندهاش مشكله ممكن نعملها من زار داخلي حتى نتاكد بطانه الرحم ما فيهاش آم آم اما تشوه خلقي انه يكون بشكل في من داخل انه في انقسام او يكون في التليفات ببطانه الرحم فهي الاشياء اللي بنعملها بنتاكد انه كلها تمام هرمون الحليب انه ما يكونش عالي الغده الدرقيه الهرمونات ونتأكد كمان نعمل فحص سواء على التلفزيون أو فحص يوم ال21 هرمون نتأكد إنها برضه عندها تبويض، بالنسبة للرجال بنشوف الحيوانات المنوية أول فحص إذا كان مش طبيعي بنعيده، الفحص بعد ست أسابيع بنتأكد إنه طبيعي، فساعتها نعطيهم الإستشارة إنه لا ممكن إنه نستنى ثلاث أشهر أو نعطيها إذا هي ما فيش بعديها بيعتمد على السبب اذا لقينا المنويه قليله ممكن نعطيه آه نشوف شو السبب اللي له نعطيه آه فيتامين سي ودي وسيلينيوم بالنسبه للست اذا ما زي ما حكيت انه اكثر شيء مثلا بوليسيستيك اوفري انه نعطيها دواء آه نشط المبايض ونعمل آه نتابعها بالألتراسون حتى نتاكد امتى يصير تبويض ونقولها امتى يصير جماع بعديها اذا ما حمل بعد ست اشهر ساعتها تحولوا للزراعة قبل الزراعة إذا كانت تبويض بنعطيها تنشيط مبيضات ومن الحيوانات المنوية تلقيح داخلي نعم no. بنسميها الانترا يوتراي تلقيح داخلي إذا ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ما زبطت بهي الطريقة في ساعتها بنروح للتلقيح الصناعي نعم طيب يعني عادة أحيانا الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير في موضوع يعني. العلاج يعني لدرجة أنه القلق المستمر والدائم قد ربما يفشل هذه العملية يعني هذه العملية لا تمر بسلام بسبب القلق والانفعالات بين الزوج والزوجة أيضا صحيح عشان هيك كل أكترية الـ IVF Center في موجود عندهم كونسلر <applause> من شان يقعد مع السيرتو مع الرجل استشارة نفسية يعني ناحية نفسية يحكي معهم شو الأشياء اللي بتزعجهم يحكي لهم إنه صح الاي في اف إنه عملية ستريس وبتأثر نفسيا وإذا كانوا هنا مرتاحين أكثر نسبة النجاح في هذاك الاي في اف سايكل بيكون أحسن أكبر أكبر وعشان هيك كمان حتى العلاج بالأوبر بعد المراكز <applause> بيستخدموهم الوخز يعني السيني. العلاجات الطبيعية تساعد العلاجات الطبيعية بتساعد على انه هي مش علاج الرئيسي بس المكمل المكمل يعني يعني شو الانواع اللي ممكن تنصحي فيها يعني غير عن الوخز بالأبرة؟ آه غير عن انه آه مجرد انه الزوج والزوجه يتحدثوا مع بعض انه وانه يحكوا مع الاستشاري او الممرضه م. او الكونسلر في المركز انه يحكوا انه هاي الشغله بتصير مش بس هن الاف من النساء م. والرجال الكبلز و ويكون عندهم الامل وبدون م. الامل ما اصلا اي شيء ينجح اكيد طيب يعني ايضا في مساله هناك العقم الـ 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 المؤقت يعني يعني هناك بعض الحالات قد تستمر ربما خمس سنوات او عشر سنوات دون انجاب وبعد ذلك يعني يحدث الحمل ما السبب في ذلك زي ما حكيت الاسباب انها عده من الرجل والست ومرات 20 ل 30% ما بنلاقي سبب <applause> مش معروف في السبب ممكن انه يكون ناحيه مناعيه ناحيه يعني انه الجسم ما بنعرف الاشياء لهلا يعني بنعمل فحوصات ومرات بنلاقي مثلا الانتي باديس ناتشرال كلر يعني الاشياء الانتي باديس معينه يعني بفرزها بتفرزها الست ضد الحيوانات المنويه فاللي بتمنع الحمل ففي اشياء كثيره انه ما من, يم... ما من سبب نعمل فحوصات كامله للست وكامله للرجال ما بنلاقي سبب فبنقول لهم انتظروا اذا انتظروا مثلا ست اشهر برضه ما صار حمل ساعتها ممكن نقول لهم الاي في اف وينجح الحمل نعم يعني سمعنا قصص انه مثلا يستمر زواج لمده عشر سنوات ولا تنجب المراه ومن ثم يحدث طلاق تتزوج برجل اخر تنجب يعني هذه من القصص التي نسمع عنها دائما فهي بتدل انه في مرات ما بنعرف السبب وممكن تكون ناحيه مناعيه بين الجسم المراه والرجال اميونتي الانتيباديز اللي تفرز تفرزها فعشان هيك ممكن هذا هو الشرح الشرح الوحيد لإلها نعم كمان بدك تطلع على نوع العلاقه هل في مثلا علاقة حميمية أو لا؟ لا العلاقة الجنسية إنه مم. مثلا ممكن يشوفها مرة كل ست أشهر أو يعني لازم بالنسبة لما نقول في عقم إنه يكون إنه في علاقة جنسية منتظمة إنه يكون في مرة لمرتين على الأقل في الأسبوع في علاقة جنسية يعني مم. أنا بشوف ستات بالعيادة بقول دكتورة مش قادرين نحمل لنا سنة طب إنت بتشوفي زوجك؟ كل ثلاث أربعة أشهر طب ما هي آه. ممكن تكون وقت هذا سبب من الأسباب واحد من الأسباب فنتأكد إنه في علاقه جنسيه منتظم منتظمه بين الزوج والزوجه نعم هي يمكن من الاسباب اللي كثير ما, ما بنتبه لها طبعا واحيانا كثيره يعني السفر والمشاغل الكثيرة تمنع يعني حدوث ربما الانتظام في العلاقه بين الزوجين صح. طيب دكتوره ننتقل الى يعني متى يفكر الزوج والزوجه بموضوع الزراعه هل بعد ان تفشل كل محاولات العلاج طبعا عادة الزوج والزوجة بيحاولوا انه يصير يعني يحاولوا للحمل اول السنه فبعد السنه ما صارش الحمل فبتوجهوا للطبيب، الطبيب زي ما حكيت انه بيعمل فحوصات وبناء على السبب يعني اذا السبب مثلا زي ما حكيت عدم انتظام في الدوره بنظم لها الدوره، التبويض بعطيها الدواء تنشيط للمبايض حبوب يبدأ بعدين آه بالنسبة إذا كانت بيعمل آه فحص للأنابيب إذا في انسداد ممكن يعملها بالمنزار ويفتح آه. الأنابيب بالنسبة لل وهذا العلاج علاج للمرأة والرجل في نفس الوقت علاج فقط في بالنسبة للرجل إنه مثلا إذا كان حيوة المنوية قليلة ممكن يعمل لازم يعمل فحوصات للهرمونات يتأكد آه بعدين ممكن يعمل سونوغرافي فحص للرجل حتى يشوف بالنسبه شو السبب انه الحيوانات قليله او ما فيش حيوانات قديش آه عددهم قديش الحركه تبعتهم الطبيعة آه المرفولوجي المظهر تبعها عند <applause> الميكروسكوب انه كيف طبيعته فكل هاي بيعتمد شو العلاج ف <applause> الدعم النفسي دكتوره للمراه تحديدا يعني اذا كان من زوجها او من عائلتها الى اي مدى مهم؟ خاصه نحن يعني مجتمعاتنا عاده اللوم دائما يقع على المراه اذا لم تنجب فهي السبب بشكل مباشر يعني. كيف ممكن ان توضح لمشاهدينا انه دائما المشكله هي يشترك بها الطرفان؟ طبعا بالنسبه في الوقت الحالي ستاتنا واعيين فما فبمك... بيحكوا كل شيء اللي حواليهم يعني هاي مشكله بتضلها بداخل العائل بداخل هذا البيت مم. هي وزوجها اللي بتفهموا هاي المشكله ف يعني طبعا انه يكون طبعا اكيد الا تسمع كلام من حواليها من امها من امه من خواتها فطبعا لازم يكون انها تستوعب ليش انه بيحكوا انه هن إن عليهم وهي طبعا يعني بتستوعب انه هاي ممكن في اي مشكله الناس عاده بيحكوا انه ممكن انه يحكوا لمصلحه انهم حابين يعرفوا امتى تحمل او كذا بس برايي انها هاي بتظلها مشكله في داخل البيت نعم آه. ولكن هناك الضغط يؤثر عليها شخص. يعني الضغط والحديث عشان هيك ال الاخصائي النفسي اللي بقعد بيحكي معها وبشوف ايش شيل المشاكل كيف تواجهها اذا من هي... الضروري يعني هي مساله مهمه انه ضروري وجود اخصائي او استشاري نفسي يتحدث مع الزوجين مع الزوجين. يعني حتى ربما مثل ما ذكرت انه يشعروا انه مش بس هم الوحيدين هناك آلاف في الحالات مثلهم بيعانوا من نفس المشكلة طبعا طيب دكتورة يعني موضوع ربما الزراعة أحيانا يفشل وأحيانا ينجح وربما تحاول المرأة أكثر من مرة زراعة يعني العلاجات الحديثة أين وصلت في هذا الموضوع؟ يعني هل من جديد؟ هل أصبح هناك علاجات حديثة متطورة تساعد على نجاح الحمل بالزراعه طبعا ال... نسبه النجاح كل سنه عن سنه بتكثر وخاصه لما يكون عمري ست اقل من 39 سنه صار بعد ما ركزوا انه 50% نجاح الاي في اف سايكل طبعا هو بيعتمد على السبب بس انه الاساليب المواد اللي بنستعملها الطريقه كلها بتساعد كمان الاشياء الجديده انه مثلا الست ممكن انه تمرض لا سمح الله بامراض سرطانيه فقبل السرطان فقبل العلاج سواء بالاشعه والكيماوي ممكن انه نسحب البويضات منها ونعملها نخزنها نعملها تبريد ونخزنها تجميد تجميد آه نفس الشيء للرجال طيب كيف هي, هي قبل ان مثلا قبل العلاج مشان ما تت... لانه بعد العلاج الكيماوي او الاشعه أوه. ممكن يخليها تت... يعرضها انها ما تقدر تخلف المستقبل بصير عنده عقم عقم فالما ما بتستجيب ولا بيطلب بايدات عشان هيك يعني هل هي تطلب ذلك ام ام الاطباء يقترحون عليها ذلك؟ يقترحون انه عمليه انه الترش الارشاد طبعا اذا اذا كان عمرها صغير وما عندهاش اطفال كثير منيح انه مثلا الدكتور اللي بيعالجها قبل ما نبدا في العلاج الكيماوي او الاشعه شو هيك انك اذا مفكره في المستقبل مشان تحافظي انه يكون عندك مجال فانه نسحب انه يعني بتروح على مركز اي في اف بنشط المبايض حتى لو كانت متزوجه مم. بسحب المبايض البويضات و... وتجميدهم مم. لحد ما تخلص العلاج مم. في امكانها انه تتزوج وبعدين تتزوج من ثم وب... يتم الزرع بالضبط نفس الشيء للاطفال للشباب لا سمح الله قبل مثلا اي شاب مثلا لا سمح الله مرض في اي امراض أصل سرطانيه صحيح اه فبيخاف انه ياثر على هذا العلاج على الحيوانات المنويه نفس الشيء بننصحه انه يخزن أه. الحيوانات المنويه أه نعم موضوع التجميد يعني هذا موضوع ربما لا يقتنع به الكل يعني هو يعني جديد تقريبا ولكن هناك خوف من الناس ربما لا ادري يعني البعض لا يقتنع به لا هو ما في خوف خاصه الطريقه كان من قبل عمليه الفريزنج وطريقه معينه هلا في الفيتريفيكيشن طريقه معينه انه للحفظ للحفظ وبتحافظ عليها نسبه يعني ونسبه النجاح فيها عاليه جدا ف يعني مساله الخلط او لا لا ممكن يحدث لا لا دائما في شاهدين ودائما بيكتبوا هلا صار في المراكز الجديده لأنه يعني كله على الكمبيوتر كله محطوط ونجاح نجاح الزراعه الى اي مدى بعد ذلك يتم يعني بعد ان تعالج المراه من مرض مثلا السرطان و اذا كان ما في اذا كان نوعيه الح... كويسه والحيوانات المنويه عددها كويس نسبه نجاح 60 70% والله ف يعني حتى نكون مم. انه واقعيا 50% على كل حاله فنسبه كويسه انها تحمل آه بعد هذا طيب بلاجة. هل هذا مناسب للمراه مثلا اللي بيكون عندها نسبه الانجاب قليله مع كبر السن آه ان تقوم بهذه العمليه ام لا تنصح بها طبعا آه الستات مثلا اذا كان عمرها 35 36 ولسه مفكره انها لسه آه تكمل دراسات او ابحاث او شغل وانها بدها <applause> تاخر الزواج تاخر الزواج و <applause> فكرة انه فممكن كمان هاي بيستخدموها هون كثير مثلا انها مم. لسه ما لقتش الشخص المناسب او لسه عندها شغلها وما بتقدرش تولد فهي الطريقة لحفظ البويضات افضل من انها تفقد ال وما تستطيع تنجف وما تستطيع في المستقبل. في المستقبل. نعم، يعني العلم يتطور اكيد دكتوره ايضا مشاهدينا سنبقى مع فاصل قصير ثم نواصل. مشاهدينا اهلا بكم من جديد نذكر بعنوان حلقه اليوم من برنامج صحتك لباس عن العقم وطرق العلاج الحديثه نرحب مجددا بالدكتوره اماني مرمش الاستشاريه النسائيه والتوليد ايضا لمن يرغب بالمشاركه الارقام مبينه في اسفل الشاشه عوده لك ضيفتنا العزيزه نتحدث عن علاقه الامراض والعقم يعني علاقتهم مع بعض ربما الكثير من الامراض اللي بتعرض لها الانسان وبالتحديد المراه قد تكون سبب من اسباب العقم ما هي ربما اهم الامراض أمراض كثيرة ممكن تصيب الست لكن عادة من أحد الأمراض ممكن يكون السكري مم. فإذا كانت السكري من النوع الأول التايب 1 اللي متعودة على الأنسولين فطبعا أهم شيء أنها تكون تراجع الدكتور دائما بانتظام ويكون أنه في نسبة السكري عندها منتظم وتعيش حياة صحية بالنسبة لل التايب 2 انه اللي بتاخذ الحبوب آه، عادة آه، يعني نطلب منهم انه يكملوا هاي الادوية خلال حتى العلاج وبالعكس مثلا في نوع من انواع الميتفورمين لما تكون تستمر عليه لحد الحمل وحتى ما م. حتى خلال الحمل هو غير مدرب الحمل نفسه. لا يؤثر يعني. لا يؤثر م. بالنسبه طبعا السكري خاصه اللي على الحبوب انه بالنسبه لزياده الوزن زي ما حكيت انه زيادة الوزن بياثر تاثير سلبي على على المبايض وعلى الحمل نفسه م. يعني مثلا وحده حامل وهي زياده الوزن فهذا بيأثر على انه الحمل نفسه يكون عندها سكري اصلا بيزيد بالحمل البيبي نفسه بيكون اكبر من حجمه ممكن ياثر على ال... يعمل تاثيرات جانبيه على القلب للبيبي يعمل... cardiac problem يعني abnormality شيء مش طبيعي للقلب البيبي يجي كبير فهي بتأثر على الولاده هلأ بالنسبه لل... كمان قبل الحمل انه التبويض لما نعم. تكون هي زياده في ال... في الوزن بقلل عمليات الاباده الشهريه فهذا بمنع الحمل بالنسبه للبرضه للغ... اللي عندهم غده درقيه آه اذا كانت على دواء للغده الدرقيه ترجع دكتورها لانه آه اذا كانت زياده آه زياده الهرمون او نقص الهرمون آه للغده الدرقيه باثر تاثير آه عكسي على التبويض وعلى المبايض هل الادويه تؤثر ايضا الادويه لا تؤثر عادة لما تحمل الست آه بنعملها فحص للدم حتى نشوف انه هي بحاجه لانه نزيد لها او ننقص لها من الهرمون آه الغده الدرقيه اللي بيعانوا من الغده الدرقيه الدرقيه الغد <applause> آه كمان ممكن الست ما بتعرف انه عندها من الفحوصات اللي بنعملها لما بتيجي الحامي لما بتيجي منشان آه تحضر حالها نعملها فحص عاده الغده الدرقيه اذا كانها أعر... اذا عندها اعراض مهم. تشكينا في الغده الدرقيه واذا في فبنعملها علاج اذا هل النصيحه هي ان قبل ان تفكر في الانجاب اي سيده انه تذهب للطبيب وتاخذ بعض الاستشارات وربما تقوم ببعض التحاليل لتتاكد من مش بالضروره اذا كانت صحيه هي ما في داعي الا بس اذا بتفكر بالحمل تاخذ فوليك اسيد نعم. وزي ما حكيت اعمل فحص للروبيلا هلا اذا كانت الست يعني عندها أمراض سكري انها يعني تتاكد انه

مسيطر عليه مسيطر عليهم, مسيطر عليهم. كنترول. زي ما حكيت بالنسبه لزياده الوزن هاي لأنه لا مثلا تحاول تشوف الدكتور او تحاول اخصائي تغذيه كيف انها تنزل الوزن مع الرياضه اذا الوزن آه. هو المشكله الرئيسيه في موضوع العقم ال زياده الوزن آه. زياده الوزن حتى في بعض المراكز اذا كان البادي ماس اندكس اذا كانت الوزن تبعها اكبر من حجم معين ما بيقبلوا يعالجوها آه. لازم انها تنزل وزنها لحد معين حتى لانه حتى يقدروا يعالجوها لانها اذا هي جزء سيارة. من العلاج ايضا جزء من العلاج انها تنقيص الوزن, الوزن. طبعا النصيحه زي ما حكيت انه فوليك اسيد تاكل اكل غذاء صحي كمان من الفحوصات المهمه اللي بنعملها انه فحص هرمون الحليب آم حتى آم نتاكد انه الغده الدرقيه انه الغده النخاميه انه افرازاتها صحيحه انه ما يكونش عندها لأن زياده الحليب نفسه بيعمل على تقليل على يمنع مرات من الاباده نعم اسمحي لي دكتوره اماني ناخذ متصله من الجزائر الاخت فاتحه السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا بك تفضلي الله يسلمك الله يسلمك تفضلي اختي انا مدام أن عندي سبع سنين وعليكم السلام وعليكم السلام تفضلي بسؤالك. مثلا عندي سبع سنين تاز اها. عندي سبع سنين عزيزتي عزيزتي فاتحه يا ريت تخفضي صوت التلفاز وتسمعيني من سماعه الهاتف. لان صوتك يتكرر. تفضلي اختي تفضلي. ايه قلت لك انا عندي سبع سنين نعم. وما عنديش دراري كنروح للطبيب قال لي بلي عندك انسداد في القنوات نعم وعندك التصاق في كما الاتزا... يقولوا لي زوركا. التساق التصاق نعم مفهوم التصاق ما على باليش قال لي دير نعم وتطلب بالك ما تنجحش ما تنجحش عمليه الانجاب الحمل يعني فوالا نعم، أنت صار لك صار لك عامين متزوجة سبع سنين سبع سنين، نعم، وما أنجبتيش ما ما أنجبتيش بالكل يعني ما عندكيش أطفال؟ نعم لا نعم، فتحة أرجو أن تبقي معي لو سمحتي الدكتورة يمكن تسألك بعض الأسئلة يمكن تنصحك بعض النصائح المهمة، تفضل تفضلي بدي اسالها أنا عملت اي في اف عملت اي في اف سايكل يعني عملت علاج بالاطفال الانابيب من قبل. عملتي علاج أطفال الانابيب؟ ما درتوش ما درتوش ما عملتوش اوكي هلا عملت الفحص آ... انه قالوا لها الانابيب مغلقه الانسداد مولقة... بالاشعه ولا بالمنظار؟ عندي انسداد في قنوات فالوب فالوب نعم هل وعندي التصاق في في بطانه الرحم في بطانه الرحم هلا عملوا لها غير هل هاي التشخيص بالاشعه او لا بالمنظار التشخيص كان بالاشعه ام بالمنظار درتو درتو بالاشعه درتو ديجا درتو درتي دلت. درت التشخيص بالاشعه كده بالاشعه ام بالمنظار التشخيص اللي درتيه بالمنظار 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 اذا بالمنظار بين انه القناب فالوب مسكره التنتين ولا واحده؟ الاثنين ولا واحده عزيزتي؟ لده لده في الاثنين الاثنين اذا الاثنين عندها غلق في الغلق غلق كامل والتصاقات في نصيحتك نصيحتي انها تعمل اي في اف لانه اطفال انابيب اطفال انابيب لانه اذا كانوا التنتين مسكرين واكيد اللي حاولوا هنا يعملوا بالمنظار انه يحاولوا يفتحوا الانابيب ما دام مغلقه وفي التصاقات فنصيحتي ما فيش علاجات ثانيه غير اطفال الانابيب؟ غير اطفال الانابيب ما فيش ما فيه. طيب للاسف فاتحة مثل ما سمعتي من الدكتورة نتمنى لك الشفاء طبعا وربما الحل الأمثل هو أطفال الأنابيب وايضا الاهتمام بصحتك يعني مساله الوزن مثل ما ذكرت الدكتوره اماني مساله الوزن تخفيض انقاص الوزن انقص و... بس بالنسبه لها انه الانابيب زي ما حكيت انه احد اسبابها غير انه التبويض الوزن للتبويض طيب موضوع الانسداد ما ممكن اجراء عمليه حتى ايه مرات ممكن. مرات نقوم بعمليات انه فتح الانابيب ومش دائما ناجحه ومرات بيكون نهايه الانبوب او الانابيب التهابات والتصاقات ممكن ما دام نروح على اي في مرات نغلقها يعني م. نزيل الانبوب او نغلق الانبوب حتى يصير نسبه نجاح الاي في اف احسن نعم. بس ما دام عندها انغلاق في الانبوبين ما م. في مجال الا اي في هو, هو تلقيح الصناعي نعم يعني هي موضوع اطفال الانابيب قد يزعج البعض يعني بس مرات ما دام الانبوبين ما في مجال انه البويضه انها تنتقل من المبيض للرحم إلا عن طريق قناة فالوب ما دام القناتين مسكرين مم. وهناك كمان بيصير التلقيح وين الحيوان المنوي آه بيسافر بينتقل من الرحم وصل لقناة فالوب ففي هناك بصير التلقيح فما دام القناة مسكرة ما في مجال أه. آه طيب يعني آه خلينا نحكي شوية بعجالة ممكن تستفيد منها أيضا المشاهدة آه فاتحة من الجزائر إنه آه موضوع أطفال الأنابيب يعني هل هي عملية طويلة؟ آه يعني اجراءها طويل يعني حتى هي مش اجراءها طويل هي ممكن يعني زيارة للطبيب طبعا هي, هي للمركز الاي في اف هي وزوجها زوجها فحص حيوانات منويه وهي فحص للهرمونات وطبعا ياخذوا هيستوري ايش بالنسبه لها وبعدين ممكن خلال شهر شهرين تكون عامله العمليه نعم وقد تنجح طبعا نسبه نجاحها نجاح, نجاح دائما بيعتمد على عمر الست، على الوزن الست، على الحيوانات المنويه م. وعلى قديش لها فتره بتحاول للحمل، فهي كلها مع بعض بيجتمع مع بعض ببين يعني بيعتمد النجاح وان شاء الله يكون لها 40 ل 50% نسبه النجاح يكون منيحه ليش لا؟ على كل حال نتمنى لها الشفاء والتوفيق إن شاء الله. معنا من الجزائر الاخ مراد، السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا بك تفضل وبك اريد ان اسال الدكتوره فقط عن مرض السكري تفضل اخي هل له تاثير على الصحه على الانجاب يعني نحن موضوعنا عن العقم ولكن نشوف مرض السكري احد الاسباب خاصه لبرضه للرجال نعم لأ... نعم نعم اسمعك هل يؤثر على الانجاب ام لا نعم <applause> يؤثر لانه السكري نفسه المرض السكري زي ما حكيت على الست كمان له تاثير كبير على الرجال بالنسبه لعدد الحيوانات المنويه وبالنسبه لعمليه الاخصاب انه الامبوتنس الرجال ف يؤثر يؤثر طبعا وخاصه على الرجال، الرجال والنساء نفس الشيء والرجال زي ما حكيت شكرا, شكرا لك شكرا لك اخ مراد لانه يؤثر انه عدد الحيوانات المنويه على عمليه الانتصاب لانه لما يكون عندك عدد يعني تقصد انتقل تقل عدد الحيوانات المنويه ويقل انه القدره حتى لو تم السيطره على السكري؟ حتى كل ما بتم السيطرة على السكري ويكون آه العلاج فعال كل ما بيكون التاثير اقل لكن يؤثر عليه زي ما حكيت ناحيه الإنصاب انتصاب الرجال ناحيه العدد الحيوانات المنويه هاي آه كلها بتاثر آه سلبيا آه مرض السكري على ال نعم ولكن يعني ممكن علاجها اذا علاجها رغب الزوجين بالانجاب يعني آه طبعا علاجهم بيعتمد قديش عدد الحيوانات النووية عند الرجال، قديش المشكلة عنده، قديش السكري عنده، طبعا اهم شيء علاج السكري آه كمان آه انه نعطي حدثت مشكلة هل آه هل ممكن الانجاب عن طريق اطفال الانابيب طبعا إذا م. كان عدد الحيوانات النووية قليلة دائما فإحنا بنعطيه الطريقة في هاي الطريقة نعم طيب هناك أطفال أنابيب وهناك زراعة يعني المسألتين مش متشابهة مش هي؟ لا هي نفسها هي نبيب. نفسها الأي في اف هي نفسها بس طريقة الأي في اف طريقتين إما طريقة إنه لما بنسحب البويضة بنجيب الحيوانات المنوية بناخذ بعد ما نغسلهم وبناخذ الأقوى وبنحطهم هن نفسهم الحيوانات المنوية يصير إخصاب للبويضة هاي بنسميها الاي في اف لكن في طريقه ثانيه لما يعني يكون عدد الحيوانات المنويه قليله او الحركه قليله فبناخذ حيوان منوي واحد ومن من دخله في قلب السيتوبلازم في قلب البويضه نعم الى اي مدى هذه العمليات الدقيقه قد تؤثر على الجنين او الطفل حينما يولد هل هل ممكن ان يحدث تشوه عملوا دراسات كثيره انها لا تؤثر على لا تشوه الجنين مم. سواء بالتلقيح الصناعي ان ناخذ الحيوان المنوي واحد نعم. ونلقحه في قلب البويضة أو سواء نحط عدة حيوانات منوية حول البويضة وأنه يصير التلقيح فيها يقال أيضا عفوا المقاطعة يقال أيضا أنه هذه العمليات تؤدي في الكثير من الأحيان إلى إنجاب توائم هل هذا صحيح؟ صحيح آه عمليه الاي في اف بتعتمد قديش بنرجع عاده في بريطانيا هلا لا يسمح خاصه اذا كان عمرها اقل من 39 38 سنه اكثر ما انه نرجع من آه آه امبريو من آه بويضه ملقحه واحده للرحم آه بعد 38 ممكن تنتين آه ليش؟ لانه يمنعوا التوائم لانه التوائم لما بصير حمل بصير مضاعفات اكثر مضاعفات على المراه على المراه وعلى البيبي لانه ممكن انه الولاد المبكرة مم. ممكن إذا كانت توأم متشابهين كليا ممكن يكون من توم لتوم ينتقل الدم ويصير إن ترانس اه، توين تو توين ترانسفير اه صعب على المرأة إنها تواجه كيف اه من بعد الولادة بالنسبة للتوم كمان بعض المراكز عالمية ممكن يودوا ثلاثة فبصير ممكن مم. تحمل في ثلاث اطفال يعني هناك ايضا موضوع يعني اريد ان تؤكديه لنا انه احيانا يمكن التحكم ب انه المولود يكون ذكر او انثى يعني هل هذا ممكن من خلال هذه الزراعه؟ اه ممكن عاده هي في البدايه بدات هاي العمليه عمليه انه ناخذ خلية صغيرة من بعد ما البويضة تتلقح نعم. الامبريو فناخذ خلية واحدة ونبعتها إنها للفحص بدت في أنه لما يكون عند الزوج والزوجة أطفال من قبل أو للعائلة عندهم أمراض وراثية فمنشان نعم. فمن شان نتأكد أنه هذا الطفل اللي من نحطه نرجعه للرحم بالآي في أف أنه هذا خالي من الأمراض الوراثية فنتيجه لهيك كمان بنتحكم انه مثلا مرات أمراضي الوراثيه انه بس تصيب الذكر لوحدهم او تصيب الاناث لوحدهم وبعض المراكز من ناحيه انه مثلا ست عندها خمس بنات, بنات او ست بنات وحبة ورد ف فمن م. ناحيه دينيه مثل بديش اروح لعندها في بعض من ناحيه علميه يعني من ناحيه علميه انها طبعا ممكنه نعم ممكن آه يعني دراسه الكروموسومات وترجيع اذا معناها هذه الطريقه هي طريقه الزراعه هي لا تفيد فقط من يعاني من العقم برضه بتفيد من ناحيه انه مش يعني مش عشان بنت ورد كمان من ناحيه انه مثلا في عندهم طفلين ثلاثه مصابين بامراض آه. وراثيه فهاي من شان انه نرجع الحيوان وهل النتيجه مضمونه مثلا بحال مضمونة. انجبت هل الطفل يعني يكون سليم ما هو من بامكاننا ندرس كل انواع الكروموسومات مثلا كروموسوم معين مثلا انا مثلا اذا كان عمرها فوق ال40 وخايفه تجيب مثلا داون سيندروم تريسومي uh, uh, 21 فبنطلع على الكروموسوم المعين مم. عاده في كروموسومات عده كروموسومات وامراض وراثيه معينه بنطلع عليها بس م, يعني ما في مجال كل الامراض ف نعم. هناك... فعشان هيك بناخذ هيستوري من الست انه عايش وشنو نوع المرض نعم هناك لقاح يعطى للمرأة الحامل يعني فوق سن الأربعين ربما حتى يعني مثلا أو للتأكد لا أدري هل هي زراعة أم تلقيح للتأكد من أنه الجنين سليم وهو في بطن أمه إلى أي مدى هذه النتائج دقيقة يعني؟ عفوا ما اللقاح احنا بناخذ فحص دم صحص. فحص فحص دم فحص دم عاده عاده بشكل عام روتين اللي بنعمل فحص دم لها هرمونات في بدايه اول ما بين ال 11 لل 14 اسبوع مع التراساوند في فحص ثاني اذا شكل او كان عمرها اكثر من 39 سنة للجنين, للجنين ما بعد ال 14 اسبوع ل 17 اسبوع انه بنسحب السائل المي من حوالين الجنين في قلب الرحم عندها عن طريق طريق الالتراساون من صحيح. بطنها فسحب السائل اللي حول الجنين وبنعمل فحوصات حتى نتاكد انه ما يكونش امراض وهل من وهل هذا داون الفحص فحص دقيق, دقيق 100% 100% لانه كروموسوم <applause> نعم، يعني موضوع بالفعل مشوق وتحدثت عن معلومات في غاية الأهمية، خاصة هذا موضوع الزراعة وأطفال الأنابيب، ولكن هو أيضاً يعني مكلف نوعاً ما، يعني لا يستطيع ربما أو أي سيدة، سيد رجل أو إمرأة أن تعالج لأنه مكلف كثيراً، هل هذا صحيح مادياً؟ هو, هو صحيح أنه مكلف بس عادة لانها مكلفه الادويه العلاجات الهرمونيه اللي بتاخذها الست لل رح تصير كل يوم انها أوبار تستعمل أوبر لنفسها نظام حياه أ... معين يمكن أ... لا الادويه نفسها هي غاليه أدوية. ونفس العمليه غاليه ف بس ما في شيء غالي انه الزوج والزوجه ينعموا في ولد او اكيد بنت. اكيد ن... ف... نعمه الاولاد نعمه, نعمة الأبلاد. كبيره طبعا اكيد ف... هي للاسف مكلفه لانه زي ما حكيت الأدوية والعملية نفسها والبروسيجر نفسها نعم عملية لأنه بتاخد وقت يعني هي مش في يوم وليلة يعني تحتاج أحيانا إلى شهور شهر أو سنوات. شهرين لا هي شهر أو شهرين, شهرين. شهر بازمد على نوع العلاج اللي بتاخده سواء. كم ريتشارد عدد الأوبار ممكن نفس الشهر مثل في كثير من القصص انه في ناس بتعاني لمده سنوات وهي ممكن من اول شهر من اول عمليه انه اخص من اول عمليه زراعه انه يعني زي ما حكيت انه 40 ل 50% ممكن اول مره ما تزبط فمره ثانيه او ثلاث مرات ف... وكل أه مرة بنعرف شو السبب الأول بمرة فبيحاولوا بأسلوب تاني نعم طيب نصيحتك لمن يائس ربما من العلاج و... ولم تنجح حتى تجربة الزراعة أو أطفال الأنابيب معهم يعني شو النصيحة لهم؟ أه النصيحة أنه دايماً أنه ما ييأسوا دايماً يكون الأمل وأنه إذا ممكن ما سبتت أول مرة يعني انا بشوف ناس كثير بيحملوا حتى من خامس مره سادس مره <applause> ويكون الامل دائما موجود عندهم ومرات بيحاولوا العلاج وما بيشوفوا حالهم اللي حامل نتيجه انه من منشطات الموبايل من السايكل اللي قبليها نصيحتك و... للرجال ايضا لانه احيانا بتكون المشكله عند الرجل و انه ما يرفض للأمل. زياره الطبيب لا بنصح انه مادام آه بتوقع انه مرته تروح للطبيب انه هو كمان يروح فمش معقول يطلب من مرته شغله وهو كمان ما يعملهاش واهم شيء يعني اصلا هو بالنسبه له فحص جيد يعني سهل انه يعمل فحص حيوانات منويه <applause> ولو تلعب ضعف او شيء بده يزور الطبيب حتى يعرف شو السبب لانه عده اسباب او مرات كمان ما ما يكونش عنده من مره حيوانات منويه <applause> فبده يضطر انه ياخذ فحص من الخصيه او يعمل صوره اشعه حتى يعرف <applause> ليش لانه مرات انسداد حتى في الانبوب اللي بيحمل الحيوانات المنويه من الخصيه لل نعم. آه هناك على فكره عده امراض يعني تحدثنا عن الامراض النسائي. اللي تتعلق بالنساء ولكن عدة ايضا الرجل نشان. يعني بالاضافه الى السكر تحدثنا ربما عن السكري ولكن هناك ايضا امراض مثل يقال انه مشاكل البروستات وقد تسبب قد تسبب لعقم. من العقم زي ما حكيت مرات الغده الدرقيه مرات الغده النخاميه آه مرات انه زي ما حكيت انه وراثيه مرات هو صغير يكون عنده مثلا ابو ضغين بسموه بالعربي المامبس هاي الانفكشن ممكن انها بتسيب وهو صغير ممكن تؤدي الى التهاب ولا تمنع وما يكون عنده سبيرم انها تؤدي الى الى دمج تشوهات تشوهات للخصية نفسها كمان ممكن يكون... قد تحدث من الولادة هاي التشوهات؟ لا أم... عادة التشوهات إما تشوهات خلقية من الكروموسوم الأبنورماليتي إنه مثل كلاين فلتر مثلا إنه يكون ما... ما عندوش سبيرم <applause> أو كمان ممكن يكون إنه آه التهابات معينة وقبل الولاده الخسية انها ما نازله للكيس يعني تشوه تشوه خلقي زي ما حكيت انه الانفكشن انه العدوى زي العدوى الفيروس الممبس آه ممكن يكون كلاين ممكن يكون هذا عن طريق الكروموسومات انه ما في انبوب ما بيوصل ما بين الخسية والجهاز التناسلي لإله فهاي أسباب فلازم نعرفها عن طريق فحص الكروموسومات الترا وعن واهم شيء اول شيء بنعمله فحص الحميات المنويه <applause> آه، فهاي احد الاسباب كثيره للرجال فنصيحه الرجال انه يعني مثل ما يطلب من زوجته يطلب من نفسه انه يزور الطبيب. <applause> نعم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، استفدنا كثيرا وايضا نتمنى ان يعني يكون المشاهدين ايضا قد استفادوا من هذه المعلومات القيمه، نشكر حضورك معنا دكتوره اماني مرمش الاستشاريه في طب النساء والتوليد. مشاهدينا نشكر حسن المتابعه والى اللقاء. <applause> شكرا لكم.